للمرة الأولى بتاريخ السينما، فيلم عربي يدخل دور العرض التركية، حيث أعلن عن عرض فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبد العزيز من 24 إلى 25 أغسطس. واستقبل الجمهور ومسؤول دور السينما الفيلم بحفاوة كبيرة، وكذلك شهد ترويجاً وإعلانات مكثفة ليكون بيت الروبي الفيلم الذي فتح السوق التركية للأفلام المصرية والعربية.